ما هي أبرز المحطات الثورية والأدبية لشاعر الثائر أحمد عبد رب العواضي؟ ولماذا تم تغييب تاريخ الرجل في الوعي العام رغم أنه من أبرز رجال سبتمبر؟ وما هي أهمية استحضار التراث الجمهوري في معركة اليمنيين اليوم؟ أهلا بكم. هو حب للشعب من قلبي له حنيت، الحمد لله بعد الضر ذي قاسيت. انت الزمان الجديد بالنور قد ضويت، ضويت للشعب درب المجد ذي خطيت. بعد الظلام الطويل والظلم ذي عانيت، ارى بلادي واشوفنها كما تمنيت. تعيش للشعب ثائر كل ما غنيت، هو حب للشعب من قلبي له حنيت. كان الشيخ أحمد عبد رب العواضي أحد أبرز ثوار سبتمبر ومقاتليها الأبطال الذين ساهموا في إنجاح الثورة وكسر حصار 70 أمام الملكيين عام 1968. تقلد العواضي مناصب عديدة في حكومة الثورة، أولها وزير شؤون القبائل ثم محافظ لصعدة وتعز. ويحسب للعواضي أنه أول من أوصل للجمهورية إلى محافظة صعدة التي كانت تعد معقل الملكية آنذاك، وفرض أنظمة الجمهورية في المحافظة. البديع في الأمر أن الرجل كان شاعرا غنائيا فريدا، غنيت له العديد من الأغاني الصنعانية التي لا تزال تغنى حتى اليوم. مشاهدينا الكرام، في الذكرى 47 لاستشهاد الشيخ أحمد عبد رب العواضي، يسلط المساء اليمني الضوء على حياة الثائر والشاعر الذي لم ينل حقه في أدبيات وتاريخ الثورة والجمهورية. ما صاحب فرق صاحبه، سال الدمع من كل عين. على وقع هذا الشجن الذي تحيلنا كلماته إلى صاحبها، وهو العاشق والمحارب الاستثنائي الذي مضى على درب الثورة والمحبة معا، أحمد عبد رب العواضي القادم من محافظة البيضاء مديرية نعمان إلى قلب الثورة السبتمبرية ليسجل تاريخه ويرحل تاركا خلفه إرثا وطنيا وأدبيا عاليا. بدأ حياته النضالية منذ طفولته، حيث انتزع من قريته وأسرته في البيضاء ليكون رهينة لدى والي الإمام في حريب بمأرب لضمان ولاء قبيلته للحكم الإمامي، لكنه سرعان ما شب عن الطوق ليرتد سهما في كبد الإمامة. عاش الرجل حياة كفاح، وخاض معركته الأولى ضد الوجود الإنجليزي بعد أن خلف والده شيخا لقبيلته. لحظة اندلاع ثورة 26 من سبتمبر تواصلت معه قيادة الثورة، فانضم إلى الحملة العسكرية التي توجهت إلى منطقة حريب في مأرب لمواجهة القوات الملكية هناك قبل أن يتولى قيادة الحملة. أوكلت إليه قيادة الثورة مهمات عسكرية في عدد من مناطق اليمن، وكان أبرزها إسهامه الفاعل في كسر حصار 70 يوما على العاصمة صنعاء. تقلد العواضي عددا من المناصب، منها وزير لشؤون القبائل ومستشار للرئيس عبد الله السلال ومحافظ لصعدة وبعدها تعز. استشهد العواضي مطلع مارس لعام 1973 في سجن بالعاصمة صنعاء بعد معركة استخدم خصومه فيها قذائف الدبابات والمدفعية لهدم السجن فوق رأسه. تجسدت في شخصية العواضي شيخ القبيلة ورجل الدولة وبطولات الثائر وعذوبة شاعر وعاشق، فامتلأ تاريخه بالمجد وبقي اسمه عصيا على النسيان. من قصائده التي تغنى بها الكثير من الفنانين: لا تشلوني ولا تطرحوني، ويا ظالم الحب، وطاب السمر، ويا غصن صنعاء، وعدد غير قليل من القصائد التي أصبحت أغاني تردد على كل لسان. لكنه في بلد كل ما فيه كان مملوكا لحاكمه، تجاهل نظام صالح معظم مناضلي ثورة 26 من سبتمبر وما تبعها من فك حصار 70، ومنهم المناضل أحمد العواضي، فكتبه الناس وبقي في ذاكرة البلاد. يا عيني على صاحبي ذي روح وعيني.
إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا شيخ خالد أحمد عبد ربه العواضي النجل، الشهيد أحمد عبد ربه العواضي، عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ خالد. مساء النور أخت آسيا، أهلا بك. شيخ خالد، يعني ونحن نتحدث عن أو في الذكرى 47 لرحيل الوالد، هل حدثتنا عن أبرز أو وضعتنا في صورة السيرة الذاتية للوالد المناضل؟ نعم، يشرفني ذلك. وقبل ذلك مساء الخير على جميع المشاهدين. الحقيقة نشكر قناة بلقيس أنها تهتم في الفترة الأخيرة بالمناضلين أمثال الشهيد علي ناصر القردعي وأمثال الشيخ العواضي، وهي سلسلة طويلة. أبناء الحركة الوطنية والثوار والشهداء يعني قدموا سيل سيل من التضحيات وأسماء لامعة كالنجوم حقيقة يحتذى بهم. اليوم نقف عند محطة أحمد عبد رب العواضي، وأنا حقيقة ما كنت أفضل أن أكون أنا الذي يقدم الحلقة عنه، لا كوني ابنه، وأي حديث من قبلي أو مديح يعني لا يكون مستساء أو مقبول، ولكن نحن في مرحلة عصيبة على البلد، وأنا أحب أن أرسل رسائل من خلال ذكرى أحمد عبد رب العواضي. واستفدت من هذه الحلقة لهذا الشيء، ولا ما كنت أود أن أكون أنا الذي يقدم عنه. فأحمد عبد رب العواضي لو جينا نتحدث عن سيرته، هو كما ذكر التقرير ولد عام 1925 في مدينة في قرية البديع محافظة البيضاء. البديع هذه تحادد مديرية عين وبيحان جنوب الوطن، حيث كان النظام الاستعماري البريطاني في منطقة الجنوب، وكان في حريب يوجد الإمام أو عامل الإمام، وهي كانت إحدى الحواضر اليمنية. فعندما شب قليلا يمكن بلغ 6 أو 7 تم أخذ الشهيد العواضي إلى حريب وهو طفل، على أساس يكون رهينة من أجل يضمن ولاء والده والقبيلة كذلك، ولكنه رب ضارة نافعة كما يقول المثل. استفاد من وجوده في حريب، فتعلم الكتابة والقراءة على يد العلامة الكبير عبد الله صالح دوي رحمه الله، وإلا لكان الشيخ أحمد العواضي جاهلا، ولكن هذه نفعته. وأنا يعني على جانب الموضوع هذا أقول أن العواضي رغم يعني مش متعلم، ودائما الذي مش متعلم يكون عنده مشكلة من المتعلمين والمثقفين، يعني تكون في عقدة، إلا أنه العكس منه، كان يحب المتعلمين والمثقفين، وكان يزور المدارس، يعني نذكر هذا في قضية تعز، يزور المدارس ويتبنى المتعلمين، وكانت أحدى مطالبه أن اليمن لن ينهض إلا بالتعليم. فهو كان قليل التعليم، يقرأ ويكتب، ولكنه كان عنده شخصية فذة، استطاع أن يعني يقفز مراحل حتى ولو مش متعلم، ويصبح يعني ثقف نفسه وتعلم وقرأ، وأصبح شخصية قيادية ويتمتع بكاريزما الشيخ العواضي. لكن له دور في صناعة نفسه أيضا، حث نفسه على أن يصلح من وضعه كونه لم يكن متعلم. المهم، بعد عودته من حريب إلى والده، خلف بعده أخيه جونه عبد ربه العواضي، وهذا استشهد في أرحب فيما بعد. اللواء جونه كان قائد لواء الوحدة. عندما عاد العواضي الصغير أحمد عبد ربه إلى والده، كان والده يناضل الاستعمار البريطاني في منطقة بيحان الذي كان يزعمها الشريف حسين الهبيلي، فظل يقاتل مع والده وقبيلة آل عواض في الاستعمار البريطاني، أنه حاول أن يزحف على قبائل آل عواض ومنطقة آل عواض، كان يحاول أن يتمدد طبيعة الاستعمار، فقاتلوه آل عواض بشراسة، وأصيب أحمد عبد ربه العواضي في رجله وهو شاب، ولذلك ظل أعرج. الذي يعرفونه يعني كان قصير القامة، هو أعرج يعني، وزاد من قصر قامته أيضا الإصابة التي في قدمه جعلته أعرج. أما والده عبد ربه أحمد فقد قتل في إحدى المعارك في مواجهة الأتباع الاستعمار البريطاني في منطقة عين الآن المعروفة مديرية عين. فتولى المشيخ أحمد عبد ربه العواضي، وعانى فترة مريرة، لأن نظام الإمامة وبالذات العامل في حريب تجاهله ولم يحاول أن يتعامل معه، حاولوا أن يتجاهلوه، لأنه كان حينها الإمام قد اتفق مع الإنجليز
بعد أن فضل الوحدة مع عبد الناصر أو مع مصر، بدأ الإمام يستشعر خطر المصريين أو خطر ثورة يوليو، فبدأ يوطد علاقته مع الإنجليز في جنوب الوطن ومع السعودية في شمال الوطن، وحاول أن يرتب وضعه الأمني، وبالتالي تحاول يتخلوا عن العواضي وتركوه فريسة للاستعمار ولأتباع الاستعمار يتمددوه كيف شاء. فكانت 4 سنوات حتى قيام ثورة سبتمبر من أصعب ما يكون. في نفس الوقت كان هناك الأستاذ محمد عبده نعمان. نعم تفضل. أحب أن أواصل الأستاذ آسيا. نعم تفضل، بالعكس مستمتعين بهذا. كان هناك الأستاذ محمد عبده، كان الأستاذ محمد عبده نعمان الحكيمي، أنا عرفت الرجل، عرفته وأنا طفل، وكنت ذهبت إلى بيته عدة مرات مع جدي. كان هذا الرجل رغم كونه من الحجرية من تعز، إلا أنه يتزعم حركة المقاومة لتحرير الجنوب. كان يقود هذا عدة مجموعة من قيادات الجنوبية، من ضمنها الشيخ عبد الله المساعد الطاهري وأخيه الشيخ صالح مساعد الطاهري. هذا الشيخ عبد الله المساعد هو أبو والدتي من المصعبين من بيحان، إضافة إلى الشيخ مقبل الكازمي، مقبل با عزب الكازمي من قبيلة با كازم أبيان، وأخيه الشيخ منصر الكازمي. محمد عبد العمان هذا كان رجل مثقف ومناضل كبير. عندما بدأت الثورة تواصل مع الثوار وقال لهم الشيخ العواضي إنسان قادر ومستعد وله نفوذ، والإمامة تركته، والاستعمار الجنوبي يحاول أن يحتل أرضه، تواصلوا معه. فكانت هنا يعني أرسلوا المناضل الكبير صالح المجاهد ورافقه جدي لوالدتي الذي هو الشيخ عبد الله المساعد المصعبي وأخيه صالح مساعد، فذهبوا إلى عند أحمد عبد ربه وتحدثوا معه عن الثورة. فقال لهم أنا أخاف أن أذهب للثورة في الشريف يبدأ يعني يحتل الأرض. قالوا لا تقلق، يعني المسألة كبيرة، المهم هو رتب الوضع، ما فيش إمكانات. توجه بالعواض ولم يعطوه لا سلاح ولا غيره، وهو كان يعني 4 سنوات بعد الإمام بعد تهميشه إلى منطقة أبلح. كان هناك القائد الفذ البطل علي صالح الأحمدي رحمه الله، أول وزير يستشهد في الجمهورية، كان وزير التربية والتعليم. وتخيلوا وزير التربية والتعليم يقود معركة، اليوم أين الوزراء يعني في معركتنا هذه؟ وزير التربية والتعليم يتصدر المشهد، ورحمه الله هو من قبائل غيفة الأبطال، كان يقود المعركة وكان والدي نائبه، فتعرض للاغتيال كما تعرض علي عبد المغني في بداية الحملة للاغتيال في مارب. لأنهم دائما هذا الجماعة البغيضة هذه تركز على قيادة قادة القيادة، يعني اليمنيون في عاداتهم وعرافهم القبلية لا يركزون على قتل القيادة، لأن يقول لك القائد هو حل أي مشكلة، أنا لو قتلت فأنا أقتل الحل، لكن هؤلاء دائما يستهدفون القيادة. المهم أنه تعرض الأحمدي للاغتيال رحمه الله، فسقط أول شهيد وأول وزير في الجمهورية اليمنية آنذاك. تولى القيادة بعده والدي. تحدثنا شيخ خالد، يعني لو تحدثنا عن أبرز محطات الراحل النضالية والثورية، ما هي؟ أنا سوف آتيك باختصار، ما أطيل. أنا بس يعني ركزت على النشأة وحاولت أن أسرد. جميل بالعكس، يعني هذا توثيق لسيرة أبطالنا العظماء، على العكس يعني مستمتعين جدا بحديثك. نعم، قاد الحملة وتوجه إلى حريب. حريب كانت عاصمة للملكية، حيث كان محمد بن الحسن يقاتل في الجوف ومارب. طبعا القتال مش موجود في صنعاء، كانت القيادة الجمهورية في صنعاء، لكن القتال كان في مارب والجوف كما يحاول الآن، لأن هذه المنطقة مهمة بالنسبة لهم حتى من قبل. فالمهم أهل حريب فيهم يعني فيها قبائل وفيها تجار وفيها حرفيين وفيها أشراف يعني هاشميين. الأشراف الهاشميين وقفوا إلى جانب الثورة مع الشهيد أحمد عبد ربه، لأنه الأشراف في مارب وحريب يعني قضية السلالية ما يؤمنوا بها كثير، ولا قضية الإصطفاء ولا قضية الحكم في البطرين ولا هذه القضايا مش موجودة عندهم، إنما كان يعني يتعصبوا مع الإمام تعصب قبلي مثل ما نتعصب الآن مع قبائلنا. فبالنسبة لهم حتى تعصبهم مع الشريف حسين في بحين كان تعصب قبلي. المهم أطروحة الثورة والأفكار التي جاءت بها الثورة، كانت قناة صوت العرب من القاهرة عملت توعية للناس أيضا حقيقة، ووالدي من الذي تأثروا بها أيضا. فقامت مدينة حريب بكل أبطالها مناضلها، كان فيها الشعراء والأدباء والخطباء، وفيها العسكريين الذي كانوا يعني عندهم تدريب عسكري، قامت كل فئاتها يعني صنعوا ملحبة نضالية يتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله الشيخ جمال شاجرة، هو من أبناء مدينة حريب. لكنها الحقيقة
بدون هذه الملحمة ما فيش معنى الثورة. صنعوا حكاية، حكاية ثورة لما تسمعوهم يعني تستغربوا، فيها الطرافة، فيها الشجاعة، فيها الكرم، فيها الإيمان بالمبادئ، فيها القيم، فيها الأخلاق، كل ما يعني نفتقده الآن للأسف حاليا. المهم في عام 63 كما جاء في التقرير تولى الشيخ حمد عبد الربه وزير شؤون القبائل، ثم بدأ يستتب الوضع للجمهورية، فبدأوا بإزاحة المقاتلين الذي هم من القبائل، وبدأ يتولى الساسة قادة الأحزاب. وكان حين ذاك يعني متواجدة أحزاب موجودة لها وجود يعني مش ظاهري لكنها كانت موجودة، الحركة الإسلامية موجودة، البعث العربي كان موجود، الحركة القومية الذي تمثل عبد الناصر واتجاهه كان موجود، التيار اليساري كان موجود ولو على كان قريب في الشمال تقريبا لكنها كانت موجودة. المهم تم استبعاد المشايخ مثل ما الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، الشيخ سنان أبو الحوم، الشيخ العواضي، المشايخ، وبدأ الساسة يعتبر أن الحرب قد انتهت وهم يقودوا العملية السياسية، وبدأوا حكومة بعد حكومة وما فيش استقرار. المهم حتى وتم عزله من الوزارة وكان مستشار بعدين للرئيس السلال حتى عام 67. حركة نوفمبر التي قامت بإزاحة السلال، إطاحة السلال، خرج الجيش المصري طبعا قبلها، تم الإطاحة بالسلال، تم الإطاحة بكل من كان له علاقة بالمصريين وكل من كان يعني يرتبط بالسلال منهم والدي، فعاد إلى البلاد. وطبعا هو كثير من الشخصيات كانوا مستائين من هذا المسألة. ففي عام 67 بدأت الملكية رأت أن الجماعة قد يعني انقضوا على بعضهم البعض، هم الثوار والجمهوريون، قالوا ما دام الجماعة يعني بدأوا يتآمروا على بعضهم البعض إحنا ندخل الآن، حان الوقت، فانقضوا على صنعاء وحاصروها. وللأسف الجيش آنذاك كان جيش جمهوري يعني لا بأس، بدأ تشكيله لم يكن قويا حقيقة، لأنه المصريين حتى ما ساعدوا على إنشاء جيش، لكنه كان بداية جيش. ومع ذلك هرب الضباط، تركوا القائد حسن العمري وتركوا عبد الرقيب عبد الوهاب، هو كان شخصية عسكرية فذة وكان يحتفظ بوحدته العسكرية، يعني المظلات والصاعقة ربما لم يهربوا كغيرهم. المهم وجه العمري رسالة إلى والدي يعني أنقذ الجمهورية ورجاء يعني لا وهكذا، وكأنه يقول لا تعاتب الناس ولا الآن الجمهورية في خطر. الرسالة لا تزال موجودة لكنها ليست معي، هي مع عمي الشيخ علي العواضي وهو في السودان الآن مقيم، فإن شاء الله في المستقبل تتاح لنا فرصة نريكم الرسالة هذه. المهم جمع العواضي قبائل كثيرة من المشرق من البيضاء. طبعا العواضي أنا عندما أقول العواضي لم يكن قاتل حالة، العواضي كان هو عبارة عن كوكبة من الرجال، ما كان العواضي ليكون بدون رجال حواليه، كان من العبدية كثير شخصيات على رأسهم الشيخ ناصر الأحرق من الزعماء الكبار، كان من قبائل حريب ومارب وأشرافها كثير، كان من البيضاء طبعا أبناء محافظة البيضاء جلهم كانوا مع العواضي، كان من أبناء محافظة شبوة الذي هم المصابين من حريب وبيحان، كان من أبين باكازم. يعني حتى الجيش الجمهوري توجه في حملة، نعم حتى نركز الوقت يعني في الجيش توجه في حملة الحديث، نعم، وفك الحصار عن صنعاء، ونعم فك الحصار عن صنعاء يعني عن طريق الحديدة، وكان تمويله بالتمر والذخائر فقط، حتى التغذية ما فيش، تم فك الحصار عن صنعاء ويعني وعاشوا ملحمة بطولية. المهم كان أحد الزوامل في صنعاء يا عاصمة صنعاء ويا ضباط يا الصاحقة لا شيء هم مش من جبل عيبان ولا بيت بوس، جيش العواضي قايد الحملة وجيش الشارقة ذي منعهم في الروس ما هو في الشوارع والتكوس، هنا يعرض العواضي بالسياسيين أصحاب التكاسي والشوارع الذي تركوا العاصمة ويقول نحن يعني عدنا عندما تخليتوا عننا وتخليتوا عن العاصمة عدنا. فالمهم تولى بعدين فيما بعد أعطوه محافظة صعدة يعني، وكان صعدة ملكية لأول مرة يغرس الإعلام الجمهوري عندما تولى العواضي، أقام جمرك البقع على حدود السعودية. نعم هو كان أول من أسس يعني قواعد الجمهورية هناك، صحيح؟ نعم في صعدة، وأسس مدينة السلام كان فيها مستشفى ومدارس، أراد أن ينعم أبناء صعدة بالجمهورية، يعرفوا ما هي، لأننا كنا نقول إمامة هي إيش؟ الفقر والجهل والمرض أتى لهم بالتعليم، صحيح، وبالصحة
وكذلك، ولكن في صعدة عرض المحاولة اغتيال ذهب فيها الشهيد ناصر الأحرق رحمه الله، فأعطوه بعدين راضوه وأعطوه تعز، لم يطل الأمر في تعز، يعني أكثر سنة ويمكنها 6 أشهر حقق فيها كثير، شق طرقات، اهتم بطريق صبر يمكن هو الذي شقها، أقام اللفت الذي يحمل المؤن إلى الموقع العسكري الذي فيه أعلى جبل العروس، كان يهتم بالمدارس، كان يزور المدارس يومياً، كان مولع بالتعليم، حتى أنه كان عامل مدرسة داخل البيت، وكان يجمع الأولاد أبناء أصحابنا وأقاربنا ومن كل القبائل المحيطة الذي يريد التعليم كانوا في البيت يقيمون لدينا، كان يدرس عماتي في مصر، يعني في وقت كان عيب تدريس البنات، وقال يعني كان يقول لن ننهض إلا إذا درسنا. طبعا هذا المشروع حقه في التعليم بمجرد رحيله رحمه الله انهار، اللي كان تدرس خارج يعني المدرسة واللي كان صاحب رسالة حقيقية، يعني هل تعتقد الغاية تذهب أشياء كثيرة؟ نعم، اهتمامه بجانب التعليم أستاذ خالد، هل تعتقد أن هذا كان له انعكاس الأثر على حياته الأدبية وكتابته للقصائد؟ يعني أعتقد أن الأمران مرتبطان، كيف تجد أن الأمرين مرتبطين يعني ببعضهم البعض؟ هو كان رغم شجاعته كان رقيق جدا، حتى كان يسموه يعني في المنطقة كاملة أبو الضعفة، يعني هو كان يعني مع النساء والأطفال والأرامل، هذا كان رقيق جدا، ولديه حس، يعني ما هو العواضي ما هو شسال، وكان يخضع للقانون، حتى عندما عملوا المشكلة وهكذا سلم نفسه على طول، ما هوش هذاك الجبار اللي تخيلوه ولا لا، الرجال كان لو كانت هذه القيم عنده ما كان ثائر، الثائر يمتلك قيم، بدون قيم ما فيش معنى للثائر، لا يكون ثائر أبدا، فهو كان يمتلك يعني كم هائل من القيم مغروس، لكنه حقيقة العواضي هو جاهل، هو مش متعلم، لو كان متعلم لألف كتب وغيرها، لكن مسيرة حياته تنبئك على القيم الذي كان يحملها، كوكبة الناس المشايخ اللي تم حوله قائدها فذ، كان يتعامل معهم بكل احترام، يراهم عاملهم كنفسه، وبالتالي التفوا حوله، لو كان دكتاتوري لو كان مستبد ما التف حوله أحد، اهتمامه بالتعليم يدل على حبه، يعني مش معقد من التعليم زي الذي لم يتعلموا يتعقدوا على المتعلمين، الرجال بالعكس كان يتمنى الناس كلها متعلمين، أشعاره لطيفة في الغزل في غيره، يعني تشعره كان حتى ناسبه الجو الصنعاني وما فيه من الأنس ومن اللطافة وهكذا، وجاب كثير من القصائد اللي ذكرها التقرير، وقصائد جميلة ما يعني لم يذكرها التقرير، مثل يقول أبو حمير أسباب الهوى بلوى، يعني غناها السنيدار له، أو حتى السنيدار يذكر أنها له، ومن من أشعاره الجميلة أيضا الذي شارك فيها، ولكن للأسف تنسب يعني للأستاذ عبد الله هاشم الكبسي، وهو حبوب حبوب لا تغضب، حبوب حبوب يعني شارك فيها الكبسي والعواضي، لأن فيها نحية مشرقية، أما التجني فما له باب، ما رأيكم نغلق أبوابه، لا أسمع الواشي الكذاب، كل الوشايات كذابة، نحن عندنا في البدو في المشرق نقف في الشطر الأول من البيت والبيت التالي من البيت الشعري، بينما الكبسي معروف يعني طريقته في الأداء، هو لا يقف إلا الشطر الأخير من البيت، نعم. وقضيته فما له باب يعني ما له سبب، وهذه من لهجتنا الدارجة، ولو تلا يعني حبوب حبوب كان هي سياسية أكثر منها غزلية، لكن الوالد رحمه الله كان يدمج الغزلي بالسياسي، كما في قصيدة لا تشلوني ولا تطرحوني سلموا قلبي لذيهم يحبوه، كان فيها شكوى سياسية للذين دائما يختلفوا معه، لأنه الوالد شوف، وهذه أحب أركز على هذه المعلومة، لم ينتمي لأي حزب، صحيح حسب على القوميين العرب على تيار عبد الناصر، لكن أنها لم يقل أحد من الناصرين أن أحمد عبد رب العواضي كان ينتسب للحزب الناصري أو للناصرين أبدا، لم يكن يساري أبدا، كان قبيلي تأثر بعبد الناصر، أحب عبد الناصر لأنه عبد الناصر يعني حرر الوطن العربي من الاستعمار البريطاني والإنجليزي والإيطالي والفرنسي أقصد، فحبه هو حب قضية فكرة الثورة وإذاعة صوت العرب، المهم لم يكن حزبي، ولذلك المشاحنات السياسية كانت تتم وهو لا يدري ما السبب، ويرى الناس تحاول تستبعده لا يدري ما السبب، سمعنا شيخ خالد في قصائده تعبر عن هذا، سمعنا من بعض يعني قصيدة من القصائد التي تحفظها للراحل، والله الحقيقة أنا ما أحفظ القصائد للأمانة، وربما احنا جينا في يعني العواضي هم مش واحد، واقول لك يا اخت آسيا والمشاهدين جميعا، فلا احرج احيانا عندما يقولوا انت ابن العواضي، ليش ما قدرناش نقدم يعني ما بعض ما قدموه اللي قبلنا، يعني انت بالمن ايش قدمت ايش صنعت ايش فعلت كذا، فاحنا حتى لما يمدحوه نشعر بالحرج، كان الناس بتقول لنا هذا ابوكم فمن انتم، واقول له ولذلك كنا نتحاشى دائما ذكره وسيرته، فاضافه الى التهميش الذي
تعمد يكون العواضي وهكذا. كان ما سبب هذا التهميش برأيك شيخ خالد؟ دعني يعني أسألك أخيرا، يعني ما هو السبب في تهميش تاريخ ونضال هذا الرجل بهذا الشكل؟ القتل، قضية قتله وكيف تم التخلص منه، أحرجت النظام، وكان أمر بسيط، كان يمكن توضيح المسألة، الناس يعني تختلف وقد يحدث مثل هذا الأمر. كان سبب قتله ورحيله بهذا الشكل سبب لتعتيمه، وكانوا يقولوا أنسوا ما فيش حاجة، يعني كانت عقلية غبية حقيقة أنا أعتبرها، والله كان يمكن التعامل مع الأمر بكل ريحية. العواضية يعني أثار علينا في داخل الحبس، وأثار السبب لأنهم قتلوا ابن عمه الشيخ عبد الله حسين العواضي، وكان مرافقا له يعني طول حياته من بداية مشواره مع الإنجليز حتى شهادته في القصر. وكان هذا الرجل له فضل في صناعة أسطورة العواضي، ابن عمه القريب، فقتل في ساحة الباحة القصر بدون محاكمة، إضافة إلى شخص آخر من العواضي هو عوض صالح. فعندما رأى العواضي كان يسمع صوت ابن عمه يقول أبو فلان أبو فلان، كان جهوري الصوت، فسمع ابن عمه وهو يقتل، فثار العواضي، حاولوا يقتلوا المسألة، ف يعني كتموا على العواضي. طبعا العواضي دفع ضريبه كثيره، من ضمنها اثنين من اخوته استشهدوا في ارحب، وهو الشهيد جونه عبد ربه العواضي والشهيد ناصر عبد ربه الذي اصيب في ارحب ثم استشهد على اطراف بيحان، وخسر كثير من اصدقائه يعني على رسم الشيخ ناصر الاحرق، وكان يوده كثيرا، كثير من الذي راحوا من العواضي من ابناء البيضاء ومن ابناء حريم، كانت ملحمه بطوليه. طبعا هذه يعني الإنسان اللي عنده إحساس اللي يحس بالناس، عندما تفقد اللي حوالك ومحبيك تتأثر، كل يوم يأخذون منك قطعة من قلبك. فالعواضي يعني انفجر في النهاية، انفجر في النهاية وقاتل، وهم قتلوه بطريقة وحشية رحمه الله. لكن أقول أنا أحد أولاده، والله ما في قلوبنا مثقال ذرة أبدا على أحد. العواضي مات موتة شريفة وقاتل عن نفسه ولم يقتل، يعني سمع، كان قتله مسموعا كحياته، وكان صيته مرفوعا في قتله أكثر من حياته، ما في قلوبنا أي شيء. لكن الذي يؤسفنا أن يغيب مثل هذا الشخص، أو تغيب كثير من الشخصيات. حسن العمري يغيب، وهو كان على خلاف دائم مع والدي، ولكن أنا أذكره لأنه من أبطال الجمهورية، يعني كثير من أبطال يعني الثورة ما عرفنا إلا قريب أنهم كانوا موجودين. محمد واحد محمد سيف من تعز أذكر أنه مات في القاهرة في عام 2006 أو 2007، وأنا انصدمت عندما سمعت ذكره، لما كنت أقرأ عنه في الكتب كنت أعتبر الرجال قد مات يعني في الستينات. نعم، وربما بحديثك هذا باقي إلى الآن شيخ خالد يعني ستفتح الباب للكثير ليطلعوا أكثر على سيرة الراحل أحمد يعني وغيره من زملائه في تلك الفترة الذين تم تغييبهم. حقيقة يعني أشعر بالحزن لاضطراري لتوديعك، كان يعني حضورك أكثر من رائع، وسردك أيضا لسيرة الشهيد مثل ما قلت لك ستفتح الكثير من التساؤلات للبحث عن هذه الشخصية الفذة والفريدة، وأعتقد أن حضورك جزء من هذه الشخصية التي رحلت عنا. شكرا جزيلا لك الشيخ خالد أحمد عبد ربه العواضي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وينضم معنا عبر الهاتف العميد حسين العمري الخبير العسكري من القاهرة. مساء الخير سيادة العميد. أهلا وسهلا، مساء الخير أخت أسياء. أهلا بك. في الذكرى 47 لاستشهاد الناضل أحمد عبد ربه العواضي، ما الذي يمكن قوله في مثل هذا اليوم؟ أولا أخت أسيا دعيني أحييك وأحيي قناة بلقيس ومشاهديها الكرام، والتحية موصولة للأخ الشيخ خالد أحمد عبد ربه العواضي، نجل الشهيد البطل الشاعر الأديب المناضل بطل السبعين الشيخ أحمد عبد ربه العواضي. طبعا الشيخ أحمد عبد ربه العواضي غني عن التعبير، فهو أحد أبطال حرب السبعين يوما أثناء حصار صنعاء من قبل الملكيين بعد ما تم انسحاب القوات المصرية في 67، إلى جانب كثير من أخوانه، فقد كانوا معه كثير من أخوانه مشايخ البيضاء على رأسهم الشيخ سالم عبد القوي الحميقاني، والشيخ علي أحمد السوادي، والشيخ علي أحمد العمري، والشيخ السلطان حسين بن أحمد الرصاص، ومشايخ آل عزان، ومشايخ آل مشدل، ومشايخ آل دبان، وكثير من مشايخ البيضاء. يعني عموم مشايخ البيضاء شاركت، وقبائل البيضاء شاركت في حصار السبعين تحت قيادة البطل الشيخ أحمد عبد ربه العواضي، وكان لهم دور فعال في فك الحصار من جهة الحيمتين
من طريق الحديدة عندما عجزوا أن يفكوا الحصار من نقيض إسلح لسبب تحصن الملكيين في جبال نقيض إسلح وصعوبتها وعورتها والعدم تكافؤ الإمكانيات لدى قبائل البيضة. وهناك أيضا ضمت إليهم قبائل من تعز ومن أب لا شك في ذلك من المناطق الوسطى، وتم تغيير الاتجاه من الحديدة واستطاعوا أن يفكوا حصار السبعين يوما، وكان الشيخ أحمد عبد ربه العواضي في مقدمتهم ومعه المشايخ الذي ذكرناهم، وكثير من المشايخ لا يحضرني أسماءهم، لكن أنه كان لهم دور في فك حصار السبعين. وطبعا بعدها استشهد أخوه المرحوم جونة عبد ربه العواضي الذي كان يقود لواء العروبة في منطقة أرحب، وأصيب أخيه المرحوم الشهيد ناصر عبد ربه العواضي، وقدمت قبيلة العواض وقبائل البيضة تضحيات كبيرة وجليلة في هذه الحرب. طبعا أحمد عبد ربه العواضي هو رمز من رموز البيضة ومن وجاهاتها، وهو شاعر وأديب ومناضل كبير، مع الأسف أنه بعد أن تم هناك خلافات بين الجمهوريين في 68 تم تصفية الكثيرين من الثوار، وهو أحمد عبد ربه العواضي كان أحدهم، وأيضا عبد الرقيب عبد الوهاب والشرقبي ومحمد علي عثمان وآخرين تم تغييبهم، ومنهم من سحلوا ومنهم من تم التخلص منهم بطرق مختلفة. طبعا الشيخ المناضل البطل الشهيد أحمد عبد ربه العواضي معروف أنه تم التخلص منه بطريقة يعني قتله في سجنه في سجن الحربي في صنعاء، وكان يعني رجلا مقاتلا، حتى أثناء التخلص منه استشهد وهو واقف يقاتل ويدافع عن كرامته وعن معتقده الذي يعتقد بالحفاظ وصمام أمان الجمهورية. طبعا أخت آسيا، الشيخ من عبد ربه العواضي ليس الرمز الوحيد من أبناء البيضة، بل هناك مشايخ من ذكرناهم مثل سالم عبد القوي الحميقاني والشيخ علي أحمد العمري وعلي صالح العمري وعلي أحمد السوادي، مشايخ العزان ومشايخ دبان، وكل مشايخ البيضة كانوا جنبا إلى جنب مع الشيخ الشهيد البطل أحمد عبد ربه العواضي في نضاله، واستمروا حتى أنهم تابعوا القتال في جميع مناطق الجمهورية حتى وصلوا إلى ضحيان وإلى المناطق التي اليوم نشهد فيها إعادة الملكية مرة أخرى. نعم، إذا سيادة العميد برأيك لماذا تم تغييب تاريخ ونضال قامة وطنية مثل العواضي؟ من المسؤول عن هذا التغييب برأيك؟ طبعا الشيخ العواضي انا مثل ما ذكرت لك هو ليس الوحيد، وانما حصلت خلافات بين الجمهوريين في حركه 68، تم التخلص من كثير من المناضلين وعلى راسهم عبد الرقيب عبد الوهاب رئيس الاركان وقائد سلاح الصاعقه، وكذلك الشيخ محمد علي عثمان واحمد سيف الشرقبي واخرون تم تغييبهم. العواضي كان من 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 هؤلاء الثوار الابطال الذين كانوا رموز لثورة سبتمبر والمعركة حصار السبعين، وطبعا من انتصر في هذه الحركة هم من يكتبون التاريخ، المنتصر هو من يكتب التاريخ ويكتبه كما يريد وكما يشاء. غيبوا أبطال كثيرين من ضمنهم أحمد عبد ربه العواضي وأخيه جونة عبد ربه العواضي وأحمد سالم العواضي مؤخرا، وكثير من هؤلاء المشايخ الأبطال الذي كانوا صمام أمان للحفاظ على الجمهورية والذي كانوا رموز وأبطال في حرب السبعين يوما. طبيعة الحال أن المناطق التي أتى منها أحمد عبد ربه العواضي مثل ما تفضل الأخ خالد أحمد عبد ربه العواضي هي مناطق نائية، لم يكونوا متعلمين، لم يكونوا مثقفين، لم يكونوا يعرفوا ما كتابة التاريخ، فمن كتب التاريخ هو غيرهم، هم كانوا أبطال وكانوا رموز وضحوا وقاتلوا قتال الأبطال وكانوا يعني في المستوى، ولكن من كتب التاريخ هو من يقعد في الطيرمانات يتناول القات ويكتب التاريخ بطريقته ويسيره بما يراه مناسبا له. نعم. وهذا فيه ظلم كبير لهؤلاء الأبطال السبتمبريين. نعم، لو أردنا سيادة العميد أن نعكس الحالة أو الفترة تلك السابقة وانعكاسها على واقعنا اليوم، كان هناك نواة جيش غير مكتملة كما هو يحدث الآن، كان هناك مناضلين حقيقيين في الميدان كما يحدث الآن، كيف يمكن تقييم الوضع؟ طبعا ما لا شك فيه أن ثورة 62 قاموا فيها أبطال الضباط الأحرار والمشايخ الأحرار والوجاهات، ولكن مع الأسف أن هذه الثورة
بعد 67 ونكسة 67 وانسحاب القوات المصرية تم إفراغها من محتواها وتم التقلص من رموزها، بداية بالسلال وبالدكتور عبد الرحمن البيضاني وعبد الرقيب عبد الوهاب وآخرين، منهم من تم نفيه ومنهم من تم يعني تغييبه ومنهم من تم سحله ومنهم من تم قتله بطرق مختلفة. طبعا نعتبر أن ثورة 62 26 سبتمبر لم تكتمل وأنها لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا، فهي تتعرض للانتكاسات وتتعرض للإجهاض من قبل الثورات المعاكسة لها. ما نشاهده اليوم أنه أحد يعني أهداف ثورة سبتمبر هو بناء الجيش الوطني القوي النوعي، لم يتحقق حتى يومنا هذا. ما بنية هي بنية جيوش مناطقية بولاءات مناطقية وأسرية والمتنقلين والقادة ينتمون إلى الهضبة والمركز المقدس، واليوم نفس الشيء ما يتم من بناء هو نفس البناء ولكن قد يكون مختلفا بإيديولوجيات مختلفة وبولاءات مختلفة، لكن أنه لا يرقى إلى مستوى بناء الجيوش الوطنية التي تبنى على معايير وطنية وعقيدة عسكرية والأهل لله ثم الوطن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك العميد حسين العمري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. ونذهب مرة أخرى إلى مأرب عبر الأقمار الاصطناعية، ينضم معنا السيد جمال شاجرة مدير عام العلاقات العامة في محافظة مأرب. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير عليكم وعلى كل الكادر في قناة البلقيس وعلى مشاهدينكم الكرام. أهلا بك أستاذ جمال. يعني كونك ابن لأحد مرافقي أو يعني رفاق الراحل أحمد عبد ربه، هل حدثتنا عما تعرف من خصال ومكانة هذا الرجل؟ الحقيقة أنه الرمز والقائد أحمد عبد الرب العواضي الشهيد رحمه الله، يعني هو كان رمز يعني في مرحلة يعني من مراحل المنعطفات يعني التي مر بها الوطن، ومن أهم تلك المراحل هي تلك المرحلة التي ظهر فيها الشهيد الرمز أحمد عبد الرب العواضي، وهو يعتبر الصف من الصف الثاني للثورة، لأنه سبقوهم في هذا يعني الصف الأول مثل القردعي مثل ابن معيلي مثل الحسيني مثل يعني علي ناصر الطريق مثل يعني القبلي مثل ناس كثير، وهو جاء ليكمل المشوار بإقدام وشجاعة وقيم. يعني أنا في حينها كنت في سن 8 سنوات هكذا وفي أدرس، كنت لازالت الصورة مرسومة في ذهني في ذاك المرحلة عندما أتت المصفحات وفيها أحمد عبد الرب العواضي، وعندما كان ينزل إلى المدرسة وكان التكريم وأول بداية للتعليم بالطريقة العلمية والتعليم الأساسي هو تأسس في عهد الرمز القائد أحمد عبد الرب العواضي، وكانوا الناس يشعرون يعني أو يحلموا يعني بحلم كبير للنهوض في بعد مراحل التي عاشها اليمن بحكم الإمامة. نعم، إذن يعني هل يعني تحتفظ ذاكرتك أو يعني متابعتك لسيرة هذا الرجل بمواقف معينة يمكن أن تحدثنا عن أبرزها؟ الحقيقة يعني نحن يعني تابعنا يعني مسيرة النضال للشهيد الرمز القائد أحمد عبد الرب العواضي يعني كحالمين لمستقبل، واسمحي لي أتحدث بصورة يعني تختلف عن ما يعني أطرحها الشيخ خالد أحمد عبد ربه. العواضي كان يمثل طموح الناس إلى النهوض مثله مثل غيره من، والعواضي لم يكن لحاله بس هو كان رمز، لكن كانت المنطقة الشرقية أو الوسطى
يعني بعد ما تعرضت للجهل والفقر والمرض من قبل هذه الحكومة، وكانت هي تدفع ثمن الصراع السياسي على المستوى الصراع السياسي بين بريطانيا والإمام، أو على المستوى الصراع السياسي بين الغرب والشرق. حتى في الحرب الباردة هي من المنطقة هذه، من في حدودها من آخر حدود الجوف إلى آخر حدود البيضاء، هي التي دفعت ثمن هذا الصراع، ويعني بكل يعني وفقدت هذه المنطقة قادة وثوار ومناضلين كثيرين، يعني بسبب يعني طموحاتهم. أتذكر إنه الثورة عندما أعلنت والشب أورها، كانوا أكثر الشباب الذين أتوا إلى نصرة الثورة وكانوا مغتربين وهاربين من ظلم الإمامة يعني في مناطقهم إلى مناطقنا، جو وهم متعلمين قادة عسكريين على كل المستويات في الدفاع، في يعني وخبرات كبيرة جدا، سواء في المدفعية أو في المظلات أو في المشاة أو في هذا. وهذولا قد اقتربوا من مناطقهم بسبب يعني مضايقتهم التي تحصل من قبل حكام الإمام في المنطقة، كلهم شباب وطاقة، ويعني وأن هذول جو هبة واحدة في اليوم الثاني على صوت يعني يا طير يا رمادي الذي أتابهم، يعني وتركوا كل ممتلكاتهم في الغربة ليأتوا لينصروا الثورة. وطبعا نصر الثورة وساروا في مسيرة الثورة مع القائد الفذ أحمد عبد رب العواضي عبر يعني كل المراحل التي خاضها أحمد عبد رب العواضي لنصرة الثورة، حتى أن كانوا أكثر هذه الشباب يعني قادة ألوية يدافعوا عن صنعاء من الداخل، حتى أتى بنجدتهم وفك الحصار أحمد عبد رب مع كل القوى التي ناصرته واستجيشت معه من كل مناطق الشرقية، من أبين، من شبوة، من حريب، من مارب بشكل عام، من البيضة، من تعز، من الحديدة. وهذا يعني أنا اسمحي لي أقول لك أنه أشكركم يعني أنها بداية صحيحة، واعتبر أن تناولكم لهذه الرموز التاريخيه سواء القردعي او العواضي او كلهم يعني كلهم الثوار الذي كانوا يناهضوا ظلم الامام وقاموا سواء في 48 او 52 او في 62، ان هذه البدايه الصحيحه، واعتبرها ثمره من ثمار نضالات شعبنا اليمني، وان كيف يمكن ان تؤثر هذه ثمرة الخطوه من ثمار ثوره. أستاذ جمال، كيف ممكن أن تؤثر يعني مثل هذه الخطوة، حيث يعني نستحضر هؤلاء الثوار ونذكرهم ونذكر بهم مع واقع اليمن الذي تعيشه اليوم؟ أنتوا نبشتوا للتاريخ، أنتوا يعني تصديتوا لكل يعني أنتوا عصاة موسى عندما عملوا هذا كل في كل المراحل يعني تجهيل وتزوير التاريخ ولهذا. فلتأتي ثورة يعني مراحل الثورة وآخرتها فبراير، لتأتي قناة بلقيس لتتناول هذا الموضوع، وهو من أهم المواضيع التي يعني التي يعني يشعر الناس بغبن عندما يعني يعني حتى شعرهم، حتى ثقافتهم، حتى أناشيدهم، حتى تاريخهم يخطف ويسجل باسم ناس آخرين. هم أعداء النهوض، هم الذي يعني أثمروا الجهل والفقر والمرض. نعم. إذن ختاما أستاذ جمال، يعني كيف يمكن أن تتذكر هذا الرجل وغيره من العظماء بدقيقة؟ أتذكرهم اليوم في مارب وفي قيادة مارب ورموزها الذي وكأن التاريخ يعيد نفسه. ها هم اليوم يستمدوا رموز الثورة ورموز مواجهة الانقلاب، يستمدوا روحهم من تلك الرموز التي أثمرت هذه القيادات العظيمة، يعني مثل الرفيق سلطان العرادة الذي أعمق من البحر وأعظم من النهر وأصبر من الصبر وأقوى من الصخر.
نعم، إذن بهذه الكلمات نختم هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال شاجرة، مدير عام العلاقات العامة في محافظة مأرب، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام، ولكن في ختام هذه الحلقة أود أيضا أن نوجه التحية والشكر للشيخ أحمد عبد الكريم أحمد عبد ربو العواضي لمساعدته لنا في إنجاح هذه الحلقة. شكرا لمتابعتكم أيضا مشاهدينا الكرام وحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.